السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز حسن في مقدمة دور التصميم الموقع. أنا معايا الموقع اللي احنا هنصممه في الدورة دي زي ما انتم شايفين كده. اوكي، الموقع زي ما انتم شايفين كده، الهيدر ده صممناه بالاستريتور، ده فوتوشوب، كل ده فوتوشوب. دخلنا على الافكتس دي، الفلاش ده معمول بالان ديزاين، بقية الموقع معمول بالفوتوشوب وال الدريم ويفر. هنلاقي حاجة زي كده معمولة بالفوتوشوب والدريم ويفر، الكلام ده كله معمول بالفوتوشوب والدريم ويفر. الفلاش ده معمول بالدريم بالان ديزاين، وده كله ده مشروح من الصفر. اضافة جوجل، محرك البحث جوجل، مشروح مشروح ازاي تستخدم الانيميشن في الفوتوشوب وتعمل بانر اعلان زي كده مثلا. شارحين ازاي تعمل مثلا لير زي كده، ليرز تظهر تختفي زي كده. اوكي، يعني بإذن الله من خلال الدورة تقدروا توصلوا لحوالي مثلا نص الطريق في مسألة التصميم دي، مسألة تصميم الموقع تقدروا توصلوا لنص تقريبا فيها. هيبقى محتاجين شوية بس جافا سكريبت عشان تقدروا توصلوا مع التطور اللي بيحصل في تصميم المواقع. أعتقد الموقع شكله لذيذ يعني، وفي شغل كتير، ويعني هتعلموا منه كتير جدا، وخصوصا التعامل مع الجداول والتعامل مع الليرز والفلاشات. واتمنى يعني تكون الدورة عند حسن ظنكم، والى اللقاء في الدورة بإذن الله. مع تحياتي، اخوكم عبد العزيز حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.